السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرفنا بزيارة أخونا جابر الطلحي. أبو مين؟ أبو فهد. أبو فهد طبعا طلع كمان مبتكر من أصحاب الابتكارات الجميلة، وسبق صار بينه وبين ما شاء الله. أبو فهد أنت جربت الموكسيد؟ أكيد. بالأمانة 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 أنت عندي الآن، إيش إيش تمسته من الموكسيد؟ والله بكل أمانة بكل أمانة بدون مجاملة، أنا استفدت من الموكسيد وخفض عندي الملوحه الله يرحمه في الابيار. نعم. الابيار الثنتين. نعم. بشكل كبير ما شاء لكن الله. اكثر حاجه استفدت منها ايه؟ اللي هي البير الارتواز. ما شاء الله، الف سلامات عليك. الله يسلمك. انا شايف يدك فيها، شايفين يا شباب؟ كلنا من السعيد الحمد لله. الله يرحم والديك. طبعا ان شاء الله حنشتغل انا وجابر. جابر عنده من هواة الابتكارات في الطائف. طبعا جابر حبيبي صح؟ ايوه. حنبدا ان شاء الله نسوي شويه تجارب مع بعض بامر الله تعالى. انا بحاول افكر انه اشغل مزرعتك كلها بالطاقه المجانيه. وانا على استعداد، والمزرعه تحت امرك وبين يدينا. رحم الله. شفت المضخه كيف شغاله؟ شفنا كل شيء. البطاريه شفنا. هذه بامر الله تعالى ان شاء الله حتنتج طاقه كهربائيه طبعا. شفنا. بس احنا ما بنصورها بالكامل عشان ايش؟ ان شاء الله اللي يلقطوا الافكار. الله يحييكم. والله مرحبا حبيبي جابر. حبيبي.